نعم اليمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ، أنا جاي من المنطقة الشرقية من الدمام، وأعمل في الدفاع المدني في الدمام. العاملين معايا تقريبا 90% من الرافضة، يخالطونا في الأكل والشرب وفي العمل وفي المسكن وفي المشرب، يصلون معنا في المساجد. ما أدري إيش حكم اختلاطنا معهم يا شيخ، وأكلنا معهم ومشاركتهم في الأعمال الداخلية بالنسبة للعمل. هؤلاء الرافضة يقولون إنهم مسلمون، أليس كذلك؟ صحيح. أجب. صحيح. صحيح وإيش؟ يدعون أنهم مسلمين ولكن. طيب، وأنت مسلم، أليس كذلك؟ صحيح. ادعوا للإسلام الذي ترى أنه الحق، يجب عليك أن تدعوهم إلى الإسلام الذي ترى أنه الحق، لكن بدون أن تعنف، أن تعنفهم على ما هم عليه من غير مما يخالف الإسلام. ادعوهم للإسلام، قل هذا كتاب الله لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف، هؤلاء أصحاب رسول الله، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهل مجرى. والإنسان إذا دعا إلى الله بالصدق وبين الحق فإنه سيثمر وسيكون لدعوته فائدة. أما أن يأتي إلى شخص فيهاجم ما هو عليه من البدع أو ما هو عليه من الكفر حتى في الكفر، وهو يدعي أن هذه غيرة وأنه داع إلى الله، فلن ينتج شيئا إلا زيادة العداوة والبغضاء. ولا أحد أحكم من الله كما قال عز وجل، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقد قال لنا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يا شيخ، فالواجب عليكم أن تدعوهم إلى الإسلام الصحيح بدون أن تتعرضوا لما هم عليه من العقيدة الباطلة، حتى يألفوا ويقبلوا. ولأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. يا شيخ حفظك الله، يصلون معنا في المساجد؟ الحمد لله، هذا هو المطلوب. إذا صلوا معنا في المساجد فليتخذ إمام المسجد كتابا يحتوي على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عفوا يا شيخ، يصلون على قراطيس وعلى أوراق وعلى تربة مصنعة؟ ما علينا منهم، هذه مسائل فرعية، إذا لم يصحبها اعتقاد شرك فهذه مسائل فرعية. طيب نسمح لهم يصلون فيها؟ يوجد الآن، لا تجادل في هذا المكان، الوقت ضيق. يوجد الآن من الناس مثلا من لا يرفع يديه عند الركوع ولا عند رفع منه ولا عند قيام التشهد الأول، ويوجد من الناس من يرفع يديه في كل خفض ورفع، وكل يدعي أنه على الحق. فالمسائل الفرعية أمرها سهل، المقصود أن تجمع القلوب على الحق وأن يسلك أقرب طريق يوصل إلى ذلك. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا الناس إلى الدين الإسلام هل يهاجمهم أولا فيما هم عليه من الباطل؟ يدعوهم للإسلام أولا. فالحقيقة أنا لا أنكر بل أحبذ أن يكون عند الإنسان غيرة تحمله على بغض كل ما سوى الحق، لكن أريد أن يكون عنده حكمة في الدعوة إلى الحق.